أهلا بكم مشاهدينا الكرام، جولة جديدة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نبدأ هذه الجولة بالصحف المحلية ونقرأ من صحيفة الجمهورية: تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بروتوكول تعاون بين حياة كريمة والأعلى للمستشفيات الجامعية، الارتقاء بالمستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأسر بالقرى الأكثر احتياجا، في تقرير لمعلومات الوزراء تزامنا مع انطلاق معرض الكتاب، مصر قفزت 38 مركزا في تصنيف أكثر دول العالم أمانا وضمن أعلى 20 دولة في الطاقة المتجددة. من صحيفة الأهرام: 259.1 مليار جنيه استثمارات التنمية العمرانية، وزيرة التخطيط المياه والصرف والتشييد والبناء قطاعات سريعة النمو، توافق مصري أمريكي حول مؤتمر المناخ، وزيرة البيئة البناء على مخرجات غلاسكو والوفاء بتعهدات التمويل. من صحيفة الشروق: وزير الخارجية يبحث مع نظير الأمريكي هاتفيا، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، الخارجية تعقد سلسلة من المشاورات السياسية استعدادا لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ، سفير اليونان بالقاهرة، الجاليات اليونانية والمصرية تجمعها قواسم مشتركة أهمها التعايش مع أي ظروف، الأزهر للفتوى، التمرد على الفضيلة ليس حرية أو إبداع والشذوذ فاحشة منكرة. من صحيفة اليوم السابع: الأوقاف تفتتح 9 مساجد في 5 محافظات اليوم، الصحة تعلن ارتفاع إشغال الرعايات المركزة بالمستشفيات 70% و4 مستشفيات عزل جديدة لمواجهة زيادة المصابين، الأرصاد استمرار موجة الصقيع وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، المحافظات ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيء وتحذيرات من الشبورة الصباحية. نتحول إلى الصحف العربية ونطالع من صحيفة الشرق الأوسط: دمشق تلوح بملاحقة المتعاونين مع الاحتلال الأمريكي، شرق سوريا والقوات السورية الديمقراطية تلاحق خلايا داعش في محيط سجن الحسكة، اللجنة الخماسية الخاصة باليمن تدين إرهاب الحوثيين وتشدد على الحاجة الماسة لمحاسباتهم، الحكومة اللبنانية تتجه إلى رفع دراماتيكي للدولار الجمركي وانعكاساته ستكون كبيرة على المواد الاستهلاكية المستوردة. من صحيفة الخليج الإماراتية نقرأ: مصرع 190 حوثيا خلال 44 عملية استهداف في مأرب والبيضاء، تحديد 7 فبراير لانتخاب الرئيس العراقي. الحكومة اللبنانية تقر اليوم مشروع موازنة 2022. الجيش الليبي يواصل معركته ضد داعش بإسناد جوي. من صحيفة عمان اليوم نقرأ: دمشق تقول لا مسوغ قانوني للوجود الأمريكي في سوريا وتعتبر دعم التحالف لقوات سوريا الديمقراطية رعاية للمخطط الانفصالي. موجة سلوك نادرة تعم الشرق الأوسط وتعطل الأنشطة اليومية، والأمم المتحدة تعلن تأثر 227 موقع نزوح بسوريا. المجلس العسكري ببوركينا فاسو يحذر السياسيين من عرقلة المرحلة الانتقالية. من صحيفة الدستور الأردنية: مستوطنون يقتحمون الأقصى والسلطات تمنع المقدسيين من دخوله، والاحتلال يهدد 22 ألف منزل بالهدم في القدس. حملة إسرائيلية لنزع الشرعية عن اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال. إنجلترا تتخلى عن قيود كورونا بما فيها الكمامة. نتحول إلى الصحف العالمية، البداية من الجارديان البريطانية: لقاء افتراضي بين القوى الغربية، بينما تضع الولايات المتحدة 8500 جندي في حالة تأهب بشأن تهديد روسيا لأوكرانيا. روسيا تبقى منفتحة لكنها غير متفائلة بشأن المحادثات مع أوكرانيا. عشرات القتلى في عاصفة أنا الاستوائية مع استعداد جنوب أفريقيا لمزيد من حالات الطقس القاسي.
صحيفة إندبندنت البريطانية نشرت روسيا تحذر من عدم وجود أرضية للتفاؤل بين محادثات أوكرانيا الأخيرة. موسكو غير راضية عن رفض طلب استخدام حق النقد على عضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو. الولايات المتحدة ترفض الموافقة على المطالب الرئيسية لروسيا. 20 سفينة حربية روسية تجري مناورات في البحر الأسود على خلفية أزمة أوكرانيا. نطالع من واشنطن بوست الأمريكية: غزو أوكرانيا قد يؤدي لارتفاع أسعار مواد الغذاء العالمية وإثارة اضطرابات بعيدة عن الخطوط الأمامية. مطالبات بتغريم رئيس الوزراء البريطاني لخرق قواعد الإغلاق أسوة بغيره وعدم الكيل بمكيالين. القوات التي يقودها الأكراد في سوريا تعترف بأن مقاتلي تنظيم داعش ما زالوا يتحصنون في سجون سوريا. من صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية: وزير الدفاع الأمريكي يأمر البنتاغون بوضع خطة لمنع وقوع خسائر في صفوف المدنيين خلال النزاعات المستقبلية التي تشارك فيها القوات الأمريكية. حشود في تورونتو مؤيدة لاحتجاج سائقي الشاحنات على فرض اللقاح ضد فيروس كورونا للسائقين عبر الحدود في شكل أشبه بالفقاعة. الصين تعزل كل الزوار القادمين من الخارج عن الاتصال بعامة الشعب طوال مدة أولمبياد الشتاء في بكين. ننتقل لأبرز التصريحات في صحف اليوم ونقرأ من صحيفة الشروق. مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين: قدرة انتشار أوميكرون وصلت إلى 3 أضعاف فيروس كورونا. من صحيفة الدستور الأردنية: مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا جار باترسون: إن أكبر التحديات التي نواجهها الغياب التام للثقة بين الأطراف السورية والدولية. ومن إندبندنت البريطانية: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: العالم أسوأ الآن عما كان عليه منذ 5 سنوات بسبب جائحة كوفيد-19 وأزمة المناخ والتوترات الجيوسياسية التي أشعلت الصراعات في كل مكان. بعيدا عن السياسة، نقرأ من صحيفة عمان اليوم تحت عنوان: تصريح بالتحليق لسيارة طائرة. كتبت الصحيفة أن سيارة طائرة من سلوفاكيا حصلت على التصريح الرسمي للتحليق. السيارة الطائرة التي تحمل اسم إيركار كانت رحلتها الأولى بين مطري مدينتين بسلوفاكيا، وتعد مزيجا من سيارة وطائرة صغيرة. قطعت المركبة خلال نصف ساعة مسافة 75 كيلومتر، واجتازت السيارة بنجاح جميع الاختبارات للحصول على التصريح الرسمي للتحليق. من صحيفة غاردن بريطانية: نطالع دعاة إنكار وجود جائحة كورونا الناطقون باللغة الألمانية في باراغواي يسعون لبناء جنتهم الخاصة بهم. تقول الصحيفة أن مجموعة من المهاجرين الألمان والنمساويين والسويسريين قاموا بإنشاء مستوطنة ذات مرجعية أيديولوجية. تعد تلك المستوطنة ملجأ يحميهم من كافة التوجهات الاقتصادية والصحية والسياسية والتكنولوجية السائدة التي ينكرونها وما تفرضه تلك التوجهات، ومن بينها فرض لقاحات كورونا. ختام جولاتنا الصحفية، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.